مين يا جماعه؟ زي ما عودناك كل يوم بيجري ما فيهوش الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده شعارنا يلا نحب بعضينا. طبعا عايز اشكر كل الناس، حبايب حبايب حبايبي، ربنا يا رب يديم المحبه ويديم كل خير بين كل الناس بين بس يا بابا بتكلم، يديم المحبه بين كل يوتيوبر وكل الناس وكل المتابعين بيننا يا رب. ايوه ايه ده المروحه؟ طبعا يا جماعه انا في الارض ومفروم عشان ما حدش يخش يعلق يقول لك ايه شعره ايه مش عارف ايه، انا مفروم في الارض فالمفروض يعني ما يبقاش فيه تعليقات سخيفه. المهم بحب اشكر كل الناس اليوتيوبر اللي وقفت جنبي واللي ساعدتني واللي دعمتني وكل الناس المتابعين بتوعهم وبتوعي، وكل الناس دي على دماغي والناس دي انا مش عارف اشكرها ازاي. الحمد لله الحمد لله القناه بتاعتي بتبتدي تشتغل وبيبتدي الربح بتاعها يشتغل اهو، الحمد لله والف حمد وشكر ليك يا رب. النهارده ان شاء الله في الارض عايز اخد رايكم برضو في اللي انا عملته، في اي فكره عند حد شايف حاجه ممكن اعملها كده او كده اهو او زياده او اي حاجه انا معاكم مفيش مشاكل، وبحب الاراء مفيش حد برضو بيمشي بدماغه، بتاخد معلومه من هنا من هنا من هنا بتنفع. فيلا بينا نشوفه. خلاص كده اكلتي هي وحدتين وخلاص. ايه الاكله المايصه دي؟ هذا عتايسو. وانت روك ايه؟ مالكش نفس تاكل يا بابا؟ طب نعمل لهم ايه الكلاب دي يا جدعان؟ يعني حاطط لهم اكل اهو ومظبطهم. ايه يا جماعه عاملين ايه؟ بتاكل يا حبيبي مالك؟ مش بتاكل ليه انت؟ شوفوا لو في اي فكره طبعا يا جماعه احب برضه اسمعها منكم. وانا عملت كده الجناب وعملتها عاليه اهي زي ما انتم شايفين عشان يبقى الكلب براحته ومساحه كويسه اهي. لسه طبعا بقى البيبان، ودي بينه وبين الكلب عشان ما حدش يعض بعض. دي طريقه لو حد مثلا عايز يعمل افاص للكلاب تبقى عاليه اهي مرتاحه بحيث الكلب ما يطولش الكلب اللي جنبه او اي حاجه. وممكن تقفل بعد كده بالجنب دوت، تقفل مثلا بشبك او اي حاجه شبك، وممكن ما تقفلش تسيبها زي كده اهو، كده كده مش هيطول ايه الكلب اللي جنبه ان شاء الله. والجنب ده برده كده اهو اهو زي ما انت شايف. وكده كده الاكلات دي هتبقى متعلقه ان شاء الله، يعني مش هتبقى كده اصلا. ولسه بقيت الجنب ده هيبقى كده بقيت الجناب ومقفول. وهنا ان شاء الله هنحاول نعمل ان شاء الله برضه سيراميك. توسكا يا دوبك اكلت اكلتين وسكتت، وتايسون بيدور على اي كلب يضربه او يعمل معاه الجلاشه. يا تايسون بيه. ودي بره اهو، يعني ان شاء الله بس نخلصه جوه كده. وده حوض عملته اهو زي ما انتم شايفينه كده، وده هنحط فيه مثلا زرع حاجات. ودي الحيطه اهي لو انتهى، ايه بقى رايكم؟ ودي زينه. برضه عايز رايكم برضه، لان رايكم برضه يهمني. اي حد عنده فكره مثلا يقول لي اعمل كذا اعمل كذا، انا عشان ببقى مشغول في الشركه والمزرعه عندي وهنا اهو ومفروم طبعا، وبقالي بتاع 3 ايام دخل في رجلي مسمار ومحتاس اصلا سهيت عنه ومفروم بيه فتعبني شويه. فده اللي برضو ايه اللي مأخرني مش بعرف اجي، لان طبعا لازم طالما بتعمل اي حاجه لازم انت اللي تقف جنبيها. وده الخوص برضه حطيته مؤقتا كده عشان يبقى عامل دليله، لان هنا الشمس ايه ما شاء الله يعني. فطبعا دي برضه هيبقى ليها نظام تاني، بس اللي هو ايه يعني بنظبط عبال ما ربنا ايه يسهل الحال ويكرم وافضلها، لان انا يعني تعبان قوي قوي يعني رجليا وجعاني. والحمد لله ربنا ايه المستعان. طبعا الفيديو دوت
شامل فيه فيديو اللي رايحين ناخده المسابقه بتاعه ابو نور اللي اتكلمنا عليها النهارده. لقيته بيتصل بيا. طبعا الفيديو ده النهارده وانا في المزرعه، واتصل بيا ابو نور ان بقى الحمد لله في ود وفي اتصال وفي حب الحمد لله. فلقيته بيتصل بيا بيقول لي انت كسبت معانا في المسابقه. بحسبه بيضحك عليا يعني او بيهزر، فبقول له مسابقه ايه؟ هو شاف لي واحد جنب البيت عندي بتاع صابون، قال لي انت كسبت معانا منظفات للكلاب و... فطبعا انا فرحت طبعا، لان في يعني هديه جايه من اخ برضو غالي ويوتيوب ويعني انا حبيته يعني قوي بعد ما كنا يعني برضو هنستغل الفرصه في نفس الفيديو. طبعا في ناس ياما ما بتعرفش تدي ايه، وفي ناس ياما ما تعرفش ايه مثلا الفيتامينات. دلوقتي دوت مكمل غذائي كويس جدا 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 جدا. طبعا هنشوفه بقى النهارده الكاميرا، طبعا مش عمر ولكن اللهو الخفي معانا النهارده ان شاء الله ربنا الستار. اللي الاسم طيب مستني هيشاور لي او يعمل حاجه، الاسم باين. طب اقلب الازازه في التليفون ولا اعمل ايه طيب؟ ده مكمل غذائي كويس جدا جدا جدا، وده ديفلام جبته مضاد للالتهاب والتورم، اي وجع اي مثلا تعوير اي حاجه كويس جدا جدا جدا. بتدي سنتي على الكلب ال 25 كيلو. طبعا انا عندي هنا اهو عندي كلب كان متعارك مع كلب فهديله سنتي، وعندي الكلبين اللي هم الكلبه اللي هي ودنها تعبانه برده بديها برده سنتي. وعندي هنوريك ان شاء الله النهارده ازاي تدي الابره وازاي تدي للكلب اللي الشربه يعني في بقه اللي هو الدواء فين. طيب روكو قاعد في الضلمه خليه دلوقتي. طيب في مضاده للالتهاب حساسيه اي حاجه. فطبعا هنيجي للكلب كده اهو السن، طلعت منه الهواء اهو اهو. طالما طلع كده ميه يبقى انا طلعت منه الهواء. هنزل هشوف الفخده طرية عند الكلب تمام. الكاميرا معايا ماشي، وهدخل سن بعمل ايه بوزك ايديك كده اهو اهو، بدخل سن كده البوز اهو نص وبتك بلف كده عشان اعرف السنتي قد ايه. بعمل كده اهو سنتي، وبعمل كده للكلب. معلش يا حبيبي احنا اسفين، بس انت فاهم برضو انت بص الجلد والشعر والحاجات دي عامله حساسيه تمام كده اهو. طيب طب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الابره. طيب هنديله في بقه ازاي؟ انا مش عارف دلوقتي هنديله في بقه ازاي. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي للكلب كده اهو. طبعا مفيش حاجه بالعافيه، بنيجي نطبطب على الكلب كده. تعالى يا حبيبي تعالى يا حبيبي، بعد اذنك ممكن نديلك في بقك كده اهو. طيب اهو نطبطب على الكلب ما نعملش اي حاجه، نحط ايدي من هنا كده تحت عشان نمسكها كده ماسك الجلد على اساس بس يا بابا على اساس ايه ما يلفش يمين وشمال. بجيب الابره كده اهو برفع الشفه بحطها بين الفيس اهو كده اهو اهو، تبقى شايف انت معايا. طيب هنجربه مره كمان عشان برضو اللي ما خدش باله، هنجربه الاثنين. بعد اذنك يا توسكا حبيبتي اصحى ماما، ولا اكلت ولا عملت حاجه مش كده خالص. طيب نخش على توسكا كده اهو، لان توسكا ودنها تعبانه. معلش يا حبيبتي توسكا توسكا، يلا حبيبتي يلا عشان تاخدي الحته، يلا عشان تاخدي العلاج يا حبيبتي يلا. معلش يا حبيبتي يلا هندي اهو كده زي ما انت شايف اهو اهو زي ما انت شايف اهو. عن ما يهمك كده اهو، قول لها ما تزعليش ما تزعليش. ونيجي تاني للفخدة اهي. طبعا هنغيره، طالما عطيت ابره لكلب يبقى لازم تغير يا اما السرنجه كلها يا اما تغير السن. بس ممكن نغير السن على نفسها، دي الابره الايه اللي احنا اللي في العضل، لكن الابر الشرب بغيرها خالص بيبقى واحده، دي بتاعت فلان وده بتاع فلان، دي ابره توسكا.
ودي اهي بتاع التايزون. لازم عشان لو كلب في حاجه ما يلقطش للكلب الايه التاني. انت مثلا ده الدواء بتاعها اللي هو العضل، ممكن اغير السن بس، السن القديم خلاص نرميه، وممكن نغير السن نجيب سن جديد نحطه على نفسها، دي ما فيهاش اي مشكله، لان الدواء اللي جوه ما خدش راجع من اي حاجه. عايز تغير السرنجه كلها ماشي، عايز تغير السن ماشي اضمن، بس لازم تغير حاجه من الاثنين. طبعا بنجيب الفخده الجميله الحلوه دي بتاعت، بنعمل كده عشان ليه بعمل كده اهو؟ عشان السن ما يخشش لغايه اخره، فبعمل كده اهو وبعمل كده وبسمي كده اهو، واديها سنتي وبالشفا حبيبتي. ان شاء الله تبقي احسن القطاقيت، تمام كده؟ طبعا زي ما انتم شفتوا ودنها، طبعا انا بديها الايه؟ القطره والعلاج والحاجات، بديها بقى جنتيانا عشان تنشف معاها الايه؟ الجرح شويه، لان الجرح كل ما بيعمل بيبقى ايه؟ طاري، فبديها جنتيانا ينشف، وبعد كده بغسل بعد ما تنشف بعديها بساعتين ولا حاجه، بروح اعمل ايه؟ غسلها بقى كويس، او ممكن تاني يوم بغسلها كويس، بغسلها بالمحلول لان يعني المحلول بيبقى مطهر حلو قوي، بس لازم الجرح لازم ينشف. فايه اللي هينشفه؟ الجنتيانا، القطر اللي كنت بديها لها ومضاد الحيوي والحاجات، ابتدى يقلل الايه؟ الالتهاب، لكن بتتنا تطلع افرازات طريه وبتنزل سوائل، فلازم ان انا انشف الجرح بتاعها. طبعا هروحوا لروك، هنشوفه برضو كلب وهو واقف، هيجي واحد يقول لك يا كابتن طب انت وريتنا الكلب وهو قاعد، افرض كلب ما قعدش، لا مشكله دي بصراحه. وطبعا هنعمل ان نوريكم كلب برضو واقف، نديله الايه؟ الابره ازاي؟ كلب واقف برضه نفس الوضع كده بسرنجه جديده، بس يا حبيبي بس يا بابا اهو زي ما انت شايف في الحته الايه، بس هو ده بس يا بابا. طب اقف يا بابا، اقف اقف مع اخواتك اخدوا، محدش عمل اي حاجه، انت اللي بتقعد تعمل. طبعا طول ما هو مثلا بديله الابره طالما بتوجعه او اي حاجه، او هو ممكن يكون بيستهبل فقعد عاكله ايه في ورقه، قعد عاكله في الجنب كده اهو اهو، لان هو بيستهبل شويه، هو مايع. طب اديني بقك يا حبيبي، يلا. لا 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 لا. طب بقك يا حبيبي، بقك بقك بعد اذنك، بعد اذنك لو سمحت خد العلاج، لو سمحت لو سمحت خد العلاج. صدقت يطلع تنفع اغنيه؟ تنفع اغنيه من الاول. بعد اذنك لو سمحت خد العلاج، وانتظرونا ان شاء الله واحنا رايحين نشوفوا الجايزة اللي ابو نور عاملها ان شاء الله. وانا متشكر جدا 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 لابو نور وكل الناس برضه، وهفضل اشكر كده فيهم، والحمد لله الحمد لله، دي نعمة من رب من عند ربنا اللي ربنا بيحبب فينا خلقه. يلا بينا ومشينا من الارض بقى، ومتجهين كده رايحين لاستاذ محمد بتاع الصابون عشان ناخده جايزة والمسابقة بتاعتنا كسبناها من كابتن ابو نور. يلا بقى نخشوا على المحل ونشوفوا ايه. طبعا محلول بقى عشان نوديكم على نفس المسابقه. في احنا ايه لينا مكانس ولا ايه؟ كل حاجه بس. السلام عليكم. ربنا يسلمك. خلصت ربنا يسلمك. 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 والله يا جدعان بصوا يعني الراجل اللي جنبي، بس انا والله ما كنتش اعرف، انا اعرف اي حاجه متابعه بس متابع حلقاتي جايه من عند ابو نور والله عشان هو اللي كلمني، وصلت الكابتن ابو نور اعرف الكابتن احمد يعني. اتفضل يا كابتن احمد، كل الشرف كده. برضه ناخدوا جوله كده اهو، خد الكاميرا معانا ناخد جوله كاميرا. ايوه كاميرا كده. دي المحل اهو عند استاذ محمد، محله عندنا ربنا. ها؟
وعندي اقدمية الشروق قدام اقدم. ربنا يبارك لك يا رب ويسهل لك الحال يا رب كده ودايما في الخير كده. اه ربنا يا رب يبارك لك كده ويسهل لك الحال. طب انت ماشي مفيش مشاكل كله خير كله خير، ربنا يا رب يسهل لك الحال. وانت ممكن انت فاتح بالك ياما؟ سنة ممكن عشان انا ما بعديش بقى من هنا. شغال حاجة تانية غير ال الموظفات اه بالنسبة للنشاط المحلي ولا حاجة؟ لا انت يعني ولا هي الموظفات المحلي الحالية اللي بتاعتنا. ربنا يا رب يسهل لك الحال يا رب ويبارك لك كده ويسهل لك الحال يا رب. ان شاء الله مأكولات في الفلكي كبدة، كبدة المستر. لا طالما كبدة يبقى على طول، طالما فيك أكل أجي لك على طول. أنتوا فاهمين طبعا يا جدعان، طالما في اكل اجري على طول طبعا. الكرش والكلام ده والكابتن ابو نور المره الجايه ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله. لا لما يجي ان شاء الله وربنا يسهل الحال يا رب. طبعا بقى يا جماعه انا قعدت هنا مستوي ومفروض في الارض. خلاص بقى ايه ما تاخدنيش يعني. ده ايه بقى ده داوني؟ ده كابتن ده داوني؟ طب ده ايه ده في ريحه غير اللي ده دوري الغسيل. ده اللي خده بقى انت بقى اللي انت اللي بتصنع بقى. ماشي يا ريس شكرا. شكرا ماشي. وكنزه يا جماعه اهو مع ان انا عامل دايت بس بقى مفيش مشاكل. ده انت زيارتك لينا يا كابتن والله ما تتعقد. ربنا يا رب يبارك لك يا رب ويخليك يا رب. ادي دول بالليمون ده اللي ريحه تخلي الواحد ياكل. ما انا بقول لك ده الدول بالليمون. بص تيجي ازاي انت اللي بتصنع بقى. لا لنا كل المصنع بتاعنا بيجي من مصنع زي مصانع معينة. ده مزيل الدهون مش عارف. ده كله لبس الوان برضه الريحه. ربنا يا رب يبارك فيك. انت بقى هيك كابتن واحنا كنا عندي استوديو. ده هما بقى بيحطوا ريحه بقى عليه كده صح؟ بيتعمل بيتصنع وبيتقل بتاعته الخامات بتاعته بيتحط له ريحه بتاعته الصابون. شفاف. بص بقى ريحته. والخامه تقيله صح؟ طبعا. حط صباع كده مش كده. كل دي المحل. انا برضه عشان يعني مش هفهم قوي منه بس هو بيبان بقى لما يجي يتسيق بيه. بيبان كله كده. النظافه بتاعته عشان انا عملته سايق شغل المعرفه كله حول سايق المحل. دي واسطه يعني؟ حتى نعرف باشا مصر. ربنا يا رب يبارك لك يا رب ويسهل لك الحال يا رب كده ويحبب فيك خلقه يا رب. فانت بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. الشخصيات الواحد بأمانة يعني مش عارف يعمل ايه مع حضرتك يعني. فأنا لازم أنا بنتي إن هي معلقة بحضرتك جدا يعني. طب شوف لو هي هنا عم لا هي تحت اهو. عارفاك كابتن أحمد؟ ده مع كابتن أبو نور. إزاي؟ ده كابتن أحمد ميت. متبهدل بقى معلش بقى. سلم يا حبيبتي على فكره. جمال الدلوعة بتاعتي راحة تانية اعدادي بقى. ربنا يخليها لك يا رب. قولي له بقى ريتا راحت فين؟ وكانت بتعمل ايه ريتا؟ ريتا وطالعة ليه؟ المانجر. عشان بتعمل حمام كتير. عايز اقول لك لما بتزهقي انا تعالي هي نفسها في الكلاب. قلت لها ده انا مشيتها وديتها بعد الباشا عند واحد برضه بيجي في الكلاب ثلاث ايام فكلها السلسله الساعه 12 بالليل وبيضاعوا عليها بريد هو فتح. لا انت لما تزهقي عايزه تلعبي مع الكلاب ولا حاجه تعالي نطلعك تلعبي مع كل الكلاب اهو جنبك هنا على طول. كانت اول مره تتعامل مع الكلب وكانت خايفه وبعد كده خلاص خدت عليها وبتاع. لا تعالي في اي وقت كلها اقعد تلعبي معاها. هنجيب لك واحده ان شاء الله. هنستناك يلا هتيجي تلعبي؟ احنا عايزين نجيب لها ان شاء الله نجيب لها جارو جيرمان. انا جاوب الحاجه اللي هي بالشعر والكلام ده في ان شاء الله كده هي مجوزينها حلوه كده ربنا يسهل. انا عجبني الكلب اللي انت شفته في مطروح اللي هو المتجنس دوت. اللي قال لك ما حدش هيلمسه ده خلاص انت وقفت جنبه عند الحديد وطلعت ونزلت وبتاع. ده واحد نزل اللي كان معايا نزل الفيديو بتاعها تاني يوم الكلبه اتشالت.
لا والله لا، ما كان حتى رسم عليها، انت كنت خايف عليها برضه، قلت لها بلاش. اه مع الدخله محمد قال لي نزل الفيديو عنده. لا بس انت بسم الله ما شاء الله قلبك جامد يعني، قلبك جامد. ما هو يعني تعود، هي عايزه تعود وعايزه قلب جامد. ما الناس قاعده تشكك ان انت معاك ريحه في ايدك، اصل انت مش عارف. انا عملت لهم فيديو، قلت لهم ولا بالريح ولا وجبت واحد عندي وخليته يبقى ماسك النتايه جاهزه، وقلت له تعالى كده اهو اقف قدام الكلب. هي بقى الكلب، هي بص هي يعني هي شعور كده اهو، بيروح على طول تلقائي. الكلاب بتعرف تتعامل معاهم. بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يعينك على اللي انت فيه طبعا، ورساله كمان كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيرضي عنك في حاجه زي كده. الحمد لله، اهم حاجه الناس بتحبها، هي دي اهم حاجه، احلى من اي حاجه والله. وكفايه قلبك الكبير اللي بيسمعه عنك يا كابتن والله. كان حضرتك ولا كابتن ابو نور يعني؟ كابتن ابو نور الشخصيات المحترمه يعني. لا والله هو يعني طلع يعني اخ فعلا يعني بصراحه، هو ما يعني على راي المثل بيقول لك تعرف فلان، قال لك لا عشرته يبقى ما تعرفوش. بالظبط. لا لا، لما بتعاشر الانسان بتلاقيه حاجه ثانيه خالص. ما كانش ربنا بارك له كده من بدايته لحد ما الحمد لله ربنا وفقه ووصله اللي هو بارك له كمان. ابو نور كابتن ابو نور بس عليك اهو. والحاجه وفي هديه رايحه للكابتن ابو نور، بس الاستاذ احمد بس يقول باشا مصر هيسافر امتى، والحاجه رايحه برضه بس ان شاء الله هتجي لك مخصوص ان شاء الله، ونجيب لك الحاجه رئيسة ان شاء الله باذن الله. انت تؤمر بس. كابتن ابو نور غالي علينا زي كابتن احمد بالظبط والله. كابتن احمد انا ما كنتش اعرفه، بس بسم الله ما شاء الله يعني بينه وبينه ما فيش يعني، بس عرفته عن طريق كابتن ابو نور يعني. ابو نور حافظ اسكندريه كلها يعني. ما انا بقول ربنا يا رب يديم المحبه كده. ربنا يخليك يا باشا مصر. تعالى يا جمال هنا كده، تعالى جنب كابتن احمد. اه جنب كابتن احمد. مش هنجيبهم، مش جنب كابتن احمد. خش بقى على القناه اللي هي تي في. احنا ان شاء الله في حاجه تي في. لا لا ما تموتش بقى. وهنستلم بقى الحاجات الاستاذ محمد اداها لنا بناء على المسابقه بتاعت ابو نور. ابو نور انا هاخد الحاجه اهو. ده طب ما حلو كده، كفايه كده يا عم كده يعني. تمام الله يخليك يا ربنا. طبعا انا هسيب لكم التليفون، او هنخليه برضه يقولوا دلوقتي وهسيبه لكم تحت. اي حد في الاطار بتاعنا مخبوز غبريال شوكس عند الباشا، اي حد اهو حاجات يعني ما شاء الله انا لسه شايفها اهو، وهبتدي بقى اجرب. واكيد اكيد يعني ان شاء الله من الحاجه اللي انا شايفها كده اهو، فالحاجه ما شاء الله ربنا يبارك له ويسعد له. هحط لكم رقم التليفون. عندك رقم ولا ماشي؟ عنده رقم في اي بي 012 0 8 9 0 4 3 3 4 كده كده هحطه لكم تحت. تمام كده، ودي كله اهو بيتعبى اهو بالليمون كمان. عايزين الكلاب تبقى فريش. ربنا يبارك لك يا رب. واحنا مش عارفين بصراحه بقول لك ايه، انت و انا نور على دماغنا طبعا من الثواب اللي انت بتاخده اصلا مع الكلاب. الحمد لله الحمد لله. هي المشكله ان انت بتتعامل اصلا روح. ايه ده يا عمر؟ بس انت طالما بتحب الحاجه، مش تديها. هي في ناس بتاخد الايه مثلا ايه ككلب اللي انا جايبه العب بيه، اروح اصطاد، اروح اقعد بيه كده. لكن هي شغل الحاجه نفسه اللي انت لازم تحبه وتعشقه على اساس الكلب يحبك. انا لما بغيب يوم يومين اصلا بتيجي يطلع على الصبح تلاقي الكلاب كلها هتاكل الواحد. طبعا طبعا. حتى الكلاب اللي مثلا لو حتى استضافه او اي حاجه هو كده، هو اللي حب بقى سبحان الله. طبعا طبعا يا كابتن. طبعا جنوب بتجيب الليمون اهو، اللي هيجي لك منه يا كابتن مفيش عندكم في البحيره منه. مفيش في البحيره بالليمون اهو؟ لا مفيش. ان شاء الله الزياره
الزياره الجايه ان شاء الله هنجيب لك يا ريس هناك على دماغنا. طبعا 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 ان شاء الله. خلاص لو ربنا سهل الحياه وكيما ربنا هو المستعان ان شاء الله. وطبعا كده نكون انتهينا بالوقت بتاعتنا، ووريكم المزرعه هناك، ووريكم ازاي الطريقه تدي الابر وتدي الفيتامين. وجينا ختمناه عند استاذ محمد، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. والى هنا سادتي وسادتي، بتاع على كابتن ايام، والى اللقاء في الحلقه القادمه.